رجعنا مع عبدلي. رجعنا مع عبدلي الشو تايم، ورجعنا مع الأناقة واللبسة والحطايط. كيما نقولوا لبسة وحطايط أناقة نقولوا إكزيس. دونك نحب نشكر سبونسور نتاعي أوفيسيال اللي لبس فيا إكزيس، لا مارك دو بريتا بورتي بور هوم نوميرو 1 في تونس. مش بالكلام، بالفعل، بالبريزونس في الانترناسيونال، باكبر ريزو دو ماغازان في تونس. بالستيل نتاعها ديما برونشي مودرن، حطايت لبسه. نحب نقولكم زاده امشيو ولا نوفيل كوليكسيون تاع اكزيست برانتون ايتي 2019 خرجت. دونك تمتعوا بالنوفو ستيل نتاع اللبسه، تلقاوها في لي ماغازان تاع اكزيست الكل. ان غران شوا يستنى فيكم في الحوايج، في الاكسسوار، في كل شيء. وكالعاده اكزيست خليك ديما تكزيستي، وشعارنا يبقى اكزيست يو كانت ريزيست. رجعنا مع عبدلي، رجعنا مع عبدلي شو تايم. وعنا في اللحظه ذي ضيف انا وياه عمرنا ما تقابلنا، وحتى كي صار هكا لحم ديما ما بيناتنا. لأول مرة باش نتقابل أنا وياه اليوم في بلاتو. قبل ذي نحب نقول لكم، كان تحبوا تربحوا كرهبة قبل ما تشوفوا ضيفة ذي، تربحوا تبعثوا اس ام اس في حرف أ على 85 899. لكن توا باش نخلي أهو يقدم لنا ضيفنا، وباش تفهموا برشا حكايات، لأنه ضيف اليوم الناس الكل تحب تفهموا، تحب تسمعوا، تحب تسمع حكايته، لأنه باش يكون موجود إعلاميا تري تري بيانتو، والناس الكل تستنى فيه في البرنامج، والناس الكل تستنى فيه في الدورة، والناس الكل تستنى فيه فوق السطح. أهو قدم لنا ضيفنا ذي. أصحاب السعادة والمعالي، عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، نستقبل معا بكل شغف نجما ساطعا بدون أفول في سماء الصحافة المرئية، يتمتع بخصال فوق الممتازة ينفرد بها لنفسه في محاورة ضيوفه، حدته لسانه فقط حدة السيف. إلينا وإليكم الزلزال الحساس، وحش الشاشة كاسر، جورج قرداحي تونس، سمير الوافي. سمير الوافي اللي يعرف تاريخ الصحافة التونسية، واللي يعرف تاريخ البرامج، واللي يعرف تاريخ البوز، واللي يعرف تاريخ لطفي العبدلي وتاريخ سمير الوافي، اللحظة ذي ماهيش عادية. ماهيش عادية، سيريو نحكي. هاي. أنا اللي نحس فيه. أنا نعتبرها لحظة تلفزية مش عادية بالكل، لأنه عندنا 15 سنة ما تكلمناش، قعدنا 15 سنة حاجة هكا تسببنا. باهي، أنا عندي ملاحظة، عندي رجاء. رجاء؟ ايه. تفضل. مش رجاء العميري، لا. قلت بديت تو انا وياك. عندي رجاء، عندي منى. تو انا وياك الزوز انا وياك معرسين، وفما حاجات ما يلزمش من التاريخ ما يلزمش نجبدوه. لأسباب، لا خاطر نعرف، لأسباب أمنية. هو ما غير شوف، يا نتعداو تول ونعديو برنامج محلاك ومحلاني. ممكن. خاطر انت زميلي في القناه. لا، وانا نحكي على اسباب الخلاف تاعنا. اي، هو اسباب مش سبب. يمكن 20 سنه التالي، 20 سنه التالي انا وياك قعدنا 20 سنه ما نحملوش بعض. والاسباب تافهه هي، ما نعرفش الاول كنت تافه، ما نعرفش تافهه ولا كل واحد كيفاش ياخذها. الاسباب 20 سنه التالي ما نعرفش، عاد كل واحد تحب تحكي نحكي. سمير، خاصك انت تحب تحكي. اسمع، استنى انا بعد ما تعديت وتهديدات والدنيا ما عادش يخوفني شيء اليوم، بجست باش نعطيك بالحق سيريزمون نحكي معاك. انت اعلامي اكثر مني، انا مو نشط. نعم، انا كل فيتامين سي نشط وراو. انت راجع توا وجمهور يستنى فيك، راجع وحش الشاشه. ما لازمش تكون وحش الشاشه ومش بقلبك. تفضل. تفضل. انت بديت تبربش في اللمنين، تبدا تفضل. انا حاضر على ذمتك. البرنامج هذايا اليوم اسمه سمير شو تايم. انا اللي نتذكره سبب الاختلاف نتاعنا. اي، علاش؟ لا ما نحبش.
لا ما نحبش نقول لأسباب أمنية كما قلت لك. لا لا ما فهم أسباب أمنية طلع بدي فهموها عملنا سرقة مع بعضنا ولا الكوك. لا لا اسمعوا أسباب فنية تيكون كنا كانوا نطارة قبل 20 سنة التالي كان عمر آخر وجو آخر كنا 20 سنة التالي نقولوا ويا قل واحد فينا أنت رك عمرك 20 وأنا عمري 27 ولا 28 ما زلنا فروخ بزناسة عاملين جو نقعد وقتها في قهوة مون مارتر بالضبط وقتها مازال تريزا لاموت وأنا ما عنديش كهرباء وأنت عندك كليو أنت ما عندك شيء وقتها عندك كان نذكر عندك سورية كتويلة الهنية تلبسها تذكرها ولا أنا معايا محمد علي بن جمعة ومحمد ايه علي وأنت عندك الشورت الأخضر عندي شورت أخضر الشورت الأخضر سقايا بالشعر وقتها ايه تفضل تفضل شنو ما عادش بالشعر ها ايه تفضل ايه ايه مازالوا بالشعر مية تفضل نحكيه ونحكيه ايه التو ما وصلتش اللب الموضوع انا ذكر كلمة انت تقولها لا خلينا نبداو نسخنوا باش نوصلوا اللب الموضوع حسيتك ما تحبش تحب تحكي لكن جاي بالذم هنا الحكاية ذي ما عديوش اهم مش اهم يا اخي نحب نحكي وش ولا اهم اهم حاجة نفركوها ومن بعد نرجعوا نحكيو كل شيء تبدا القلوب صافي تفضل خويا انت كنت تجي تقعد معنا لان وقتنا نحن مشاهير وانت ما زلت تكتب في الصريح في الصريح ما زلت معناها مغروم هكايا وتكتب بديت مسيرتك انت حسب ما نذكر رجعتني 27 سنه لتالي اي صحيح تكتب في الصريح وكان بدا عندك قلم سبيسيال العباد بدات تهتم لك ايه من الاولك انت وقتها ماكش مشهور انا وقتها ستار مازلت تمارس في الرقص انت لا 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 عادي كيف فما واحد يعمل كهرباء بالرقص انا الكهرباء عملتها من التمثيل وقت انا وقت عملت فما واحد ناس عملت قصورات من الرقص لا نعرف مش انا ما عملتش قصورات من الرقص انا وقتها ممثل معروف وعملت مع سلاح الدين السيد وخدمت تحب تقول انت ستار وقتها لا انا محمد علي بن جمعه وجماعه انت ومحمد علي النهدي شوف انت كنت تقول لي جمله كنت تقول لي مغروم بيك ومغروم ببلدك منين ريتها بلدي بريتها في الدوس انا وقتها نقول لك مغروم بيك اي ريت قلت لك انا احكي ولي اي لا ما هو صحح نصحح لك زيد ما قلت لكش مغروم انا هذا اللي نذكر مانيش مغروم بالرقص وقت لا مش بالدونس انت كنت مغروم بمقعيري وانا ما نحبش تمقعر برشا قدامك خاطر نعرف باش الشيء هذاك تحطه في الجريده بعد ومحمد جبالي وشله محمد جبالي وشله هي انا وانا نحاول نكون معاكم نندمج معاكم قعد مع نفسي نورمال كيما انا كنت صغير ما يعرفني حد نمشي نقعد مع فاطمه والدنيا وكيفاش بديت تحكي ظهر لي مشكله على بنيه ولا بنيت ولا ثلاثه بنيه كاكوز وصفار لا 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 كي عنده 20 سنه اي عنده 20 سنه معناها راهي مازال حيه البنيه هذيا عزيب نحنا لطفي العبد اللي استعمل النفوذ تاع الكهرباء نتاعو انا ما عنديش كهرباء هو عنده كهرباء هذا وقت عندك كهرباء كنت على الاخر كيما مولا الكوره وقت اللي نبداو نبداو نكوروا مولا الكوره هو اللي يفك اي هو مولا الكهرباء نبدا قاعد عامل مفتحه كي عرفت كلمه كلمه يتنعمل قد بيها وصلت نعمل لك مشينا في الكهرباء معنا شكون معنا؟ شنو شنو اللي غشك انت علاش قعدت مغش؟ ما تغششتش من بعد من بعد صارت خلافات اخرى تغششت تعاركنا تعاركنا؟ اي تعاركنا وروحت انا روحت في تاكسي بيان سور بيان سور اي ما لكن تعاركوا باش نروح بيك بالضبط روحت في تاكسي والبنات وين روحوا كيف روحوا معايا خليهم مولا الكهرباء اي خليهم مولا الكهرباء ما نفعتكش الكهرباء باهي لا مش مش روحوا معايا بمعنى بالمعنى هذا لا عاد انت تعرف روحوا معاك وين وكيفاش روحوا معنا مشيوا على رواح هذايا فيرسيون تاعك كي علاش تخششت انت وروحت تعاركنا علاش والله نسيت على البنات ما تصورش نسيت سمير راني نحكي نحكي لا اسمع شوف ما تزيفش الحقيقه كي تحكي انت شنو علاش قلقت البنات ياسر مزيانين وما حبوش هاو علاش على خاطر انت وقتها ازين حاجه فيك كرهبتك وهذا نسيرش مو عندي حاجه مزيانه وقتها انا عندي حاجه اخرى طلعوا اقوى من الكره انت تغشش تنرفز والله قلنا عليهم تو خلينا نحكي كيفاش البنات هذوما ساعه لا لا اسمع اش طولوا فيها يا سمير اش طولوا فيها سمير قال لي خويا العزيز عندك كهرباء نحب نمشي ونسهروا فما بنات زوز بنات نعرفهم اصحابي ومنهم واحده تحب تشوفك قال لي باش نمشي ونتعداو لهم في الليل انا ذي ما عنديش برشا باش ما نجرحوه ذيفي مانيش فرد ذوق نتاع بنات
هو يحب المرمرم وقتها تطور هو تطور. يحب كل حاطين عقد بحول الله وكجوز. وانا وقتها دون معناها مثل حب لي مانكان انت وقتها نحب لي مانكان توم كروز انت وقت ليه انا نحب لي مانكان توم كروز ولا وقتها صاحبتي مانكانات والدنيا الحمد لله معناها فقيره ما كنت طالع على الاخ وضامر نضحكهم والدنيا و... نذكر اللي زوز البنات نستناو فيهم انا فيرسيون مزيفه نذكرها مرجع معايا مخك انا خاطر نذكرها معناها بالواحد بالطاي تذكر قلت باش نجيب قال لي ما تجيب حتى بنيه معاك جبت بنيه جا طلع في الكهرباء لقى بحذايا بنيه قال لي اش تعمل قلت له هذيا مع لميتي صاحبي خاطر راهو سكت قلت له وينهم البنات قال لي هم جايين نص ساعه نستناو نستنى فيهم باش يخرجوا من الباب نكزوا من الشباك هاربين ذكرها هرجوا من الشباك نكزوا ما نذكرش ويعمل لي يعملوا له ديماري ديماري ما يدي طلعوا في الكهرباء والكهرباء تجري هاربين هاربين ما خرجوا بالسرقه على دار سيفري القصه هي والله يا سمير والله قلت لك والله ورس ولادي والله والله قلت لك ورس ولادي به طلعنا انا في الفك الديماراج هذاك ومع ذي البنيه وطلعوا تنكزوا كشكاير كيف الكهرباء هكا توصف بنات وشكاير طلعوا وراح حدا سمير من تالي فرح بيوم ريض اللعب الدنيا تك خلتنا البلاصه اللي باش نمشيو لها ودخلنا بلاصه مذخمه ياسر وهذا وقتها عنده المعارف والدنيا ودخلنا واحد وقتها فما مغني كبير يغني نسيت أنا عندي المعارف وانت مشهور ندخل في المشهور فما فرق انت صحافي كل حاجه في بلاصتها في الضو ريتهم البنات وقتها فهمت اللي وزيد هذا يبربش فيا حب يتمقعر حب يوري لي هو مقعار بربشتي نهارتها انا قمت نشتح حدرا شنو قال لي ستيلك معوج ودرا شنو رجعت قعدت انا بصاحبتي من كان قلت لها بالرست قالت لي لا محليك رجعت فيا الروح نحكي صغار اي كلمه تبربشتي بعد سمير قام باش يشتح قلت له ما ننسحكش انا نشتح قمت ثم الطب نايم بنات سخنوك قام باش يشتح لا صعيب شويه صعيب شويه قلت له ما ننسحكش راهو بدنك طويل هكايا تبدا تشتح واحد وتزيد تحير لك ريحه الحلبه وك الدنيا واحد درت ما لقيتوش هو البنات هذا اللي نذكر انا واضح 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 انا ما نسيت بصراحه لي ديتاي هذوما نسيتهم ها نسيتك لي ديتاي انت كنت تذكر ديتاي اخرى بتاتر انا رميت يدي هكايا ولا حاجه لا ما على الطاوله ولا لا لا ما 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 لكن سمير هذا ما يخليكش انك مثلا تقعد 15 سنه تكتب عليا بالخايب أمان زيد نذكر 15 سنة صريح ساعة ما فماش نهارين ثلاثة ما يهبطش لطفي العبد اللي مغرور لطفي العبد اللي درا شنو لطفي العبد اللي يا أخي نسألك سؤال باش تصفي في حساباتك اليوم سألتني سمير جاوبتك وليت تصفيت حسابات تاع 15 سنة التالي باش نشتغل في الفرصة نفسخ ونبداو من جديد برا نبداو نفسخ ونبداو من جديد أنا قلبي صافي بالوقت في شوك الثأر الكبير اللي ما بيناتنا قلب مش صافي مش نبنات بعد سيريا فماش برنامج ما جبتش عليا جاء البلتي قلت له اي وين تجي فرصة وين تجي فرصة تجي فرصة نعطيك صحيح ولا صحيح اما كتبت عليك زاد كلام باهي الكلام اللي كتبته عليا في حفلة بنزر يعطيك الصحة شوف كبرنا ورزنا اي فوالا كي كبرنا ورزنا انت ظاهر ما رزنتش انا بوسيبل انا شاهد العقل راح لي ما لقيتوش نبداو الحوار ما بديتش الحلقه مازلنا ما بديناش هذا كواليس اي نبداو باه باش نبداو بانك خزرتي في الكواليس قبيله هذه بدات الحلقه باش نبداو في الوزن الثقيل خاطر الوزن الثقيل مازالش نعمل معك حلقه نورمال تفضل قلت لي انا جازفت جيتك صحيح سمير الوافي يقول لطفي العبد اللي جازفت جيتك اللي انت الناس تخاف كي تجيك فاهمها لي علاش والله شوف خاطر ستيل انت على لطفي العبد اللي في التمقعير اللي تسميه انت تمقعير وبين ظفرين في البلاده كلاو فيك لا 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 مش مش نيجاتيف لا البلاده مش ديما نيجاتيف انا ما نجمش نمشي معاه ما نجمش نجاري عندي اسلوبي حاجه اخرى كي باش نتعاركوا بالتمقعير عندك ستيلك وعندي ستيلي ما نحبش ندخل في الستيل نتاعك لو كان ما جاتش نفس القناة تجمعنا ممكن كنت ما نجيكش باه ندخلوا في الانترفيو سمير فك علينا تقعدنا برشا في البيرسونيل بديت بحلقات الفنانين بديت تجيب فاطمة بوساحة بديت تجيب لمينادي بديت تجيب البلتي وتحكي معاهم والعباد اهتمت لك وتفرجت فيك وفجأة سمير الوافي ينتقل إلى السياسيين وكل مشاكسة كلمة مشاكسة تخلقت معاك
المشاكسة هذيك الكل حطيتها كلمة المشاكسة دخلت مع سيسي جبيل في جريدة صداء، وأنا بعد تأثرت بالستيل هذاك وعملت حاجات. هذا اعتراف بالحق معناه، خاطر المشاكسات كانت ركن في جريدة صداء. به أنا في الوقت هذاك لطفي وقت اللي بديت مع الفنانين في قناة حنبعل نخلص 150 دينار في الحلقة، ومعناها 150 دينار يعني في الشهر 600 ألف باش نعمل أربع حلقات، والبرنامج كله برودكسيون تاعو ما تتكلفش يمكن ما توصلش مليون. زوز كريسي نتاع حجام جايبينهم كوم كوا كاينو تران كريسي نتاع تران وفاس افاس، وكنت ناخذ 150 دينار وكنت مستعد نخدم بلاي جوست باش نظهر روحي وباش باش نطلع. كنت مفركس على فرصه. الفنانين انا نجحت بهم الكل، جبتهم ونجحت بهم وندين لهم بالجميل وبالفضل. لكن ما طلبتش منهم السماح على شنو؟ فما فنانين جبتهم مرمتهم. اي جبتهم بالشرط، انا مستدعيتهم ويعرفوا ستيل نتاعي، تفرجوا في الحلقه الاولى والثانيه والثالثه ولباوا الدعوه وهم قابلين اللعبه وقابلين يلعبوا اللعبه ودخلوا. ما رغمت حد وقت اللي انا نستدعاك لطفي وانت تعرف ستيل نتاعي وتعرف الحلقه اللي فاتت تعدى فيها وش صار فيها، انت كي تجي تحمل مسؤوليتك سينو ما تجيش. باه اليوم انا جيتك نتحمل المسؤوليه. ومن بعد تعديت للسياسه. شنو يخلي سمير اليوم اش صار في مخه باش يقول انا نتعدى للسياسه؟ شوف لطفي، انا قبل الثوره حاولت نعمل برنامج سياسي وغادي وين نجحت وغادي وين حصلت. خلينا نحكيو بصراحه، معناها توا نحكي معاك افيك دو ريكول، غادي وين حققت النجاح الكبير، غادي وين عملت اسم، غادي وين عملت زاد. لا بصراحه انا مع الفنانين زاد عملت اسم وطلعت مع الفنانين بامكانيات متواضعه ياسر، لكن الضربه الصحيحه بعد ولينا والاخلاص الصحيح في التلفز والكاشيات. الكاشيات كبرت برشا، خاطر خلينا نحكيو على كاشيات. وقتها المنشطين الكبار ياخذوا في كاشيات ما ياخذهمش حتى رئيس دور. صحيح، خلينا نحكيو. صحيح، خاطر العباد ما تعرفش بما فيهم انت. صحيح، انا من نولي ناخذ في دي كاشيات ما ياخذهمش رئيس دور. مش بالتنشيط، انا عامل مزيع على التنشيط، مش التنشيط عامل عليا مزيع. يعني انا اليوم كي نبطل التنشيط نحكي براغماتيك، انا اليوم كي بدل التنشيط معناها نربح نهار في حياتي راحه. جاك مارتان انا وانت جاك المرسول. خلينا فك عليك سمير، خليك في صحنك وفي جوك. هكا نجحوا الحلقه. باهي نجحوا الحلقه. باهي يمشي. تاخذوا في ديكاشي اكزوربيتون. ناخذوا، قول انت معنا. امشي. توا خلطت انا خلطت على الطرف. حسدتنا في الكاشيات. والله لا مش حسدت. خلينا نوضح حكايه الكاشيات لطفي. صحيح المنشطين اليوم ياخذوا في كاشيات كبيره. اكثر من رئيس دوله كما قلت انت، ولا اكثر من ما نعرف شنو. ولكن قداش يدخلوا فلوس؟ اليوم سبوت في التلفزيون تعرف قداش؟ من غير ما نقولوا. ليه بصير دخل فلوس 30 سكوند كي تدخل البرنامج انت برنامجك 30 سكوند ب 6 ملايين على الاقل. اي كي يدخلوا لك 10 سبوتات ولا 20 سبوت باللي تخلص، خاطر احنا ما نقيسوش بالشهريات تاع الرئيس ولا الوزير ولا الموظف. لا انا قداش ندخل قداش ندخل وقداش نحكي على قداش ندخل. معناتها تعبي لي في كرشي في يدك الفلوس. تعملت كبرت ووليت طلع في لعبه كبيره مع السياسيين، ما عادش في لعبه صغيره. شنو اللعبه؟ اش معناها؟ معناها اش خليك حصلت اليوم؟ اش خليك ندمت؟ واش خليك اليوم ندمت على شنو؟ ما ندمت على شيء. قلت على شنو ندمت؟ قلت انت قلت حصلت على خاطر السياسه. اي فما حلقه فما غلطه. اي ما نحكيش تو من راسي، نحكيو على اللي صار لك سمير تو. اللي صار لي اي شنو اللي صار لك اليوم؟ انت من اسبابه قلت انك اليوم لعبت في بلايس. لعبت مع الكبار. تحرق، لعبت مع الكبار. لعبة مع الكبار. هاي وين قدهم؟ ها؟ وين قدهم؟ قدمهم داك دقوق وقعدوا يتفرجوا. الحمد لله. ليه نعرف سمير توا تقول لي قدهم داك دقوق؟ الحمد لله. لعبت وخسرت. مش خسرت، هو ديما الانسان بعد نتعلم تعرف يظهر خسر ولا بعد نتعلموا لطفي. مش مشكل اللي صار لي حكيت فيه برشا، ولكن نحكيو فيه من زاوية أخرى. نحن مانيش فاهمين اللي بيه الحاجة مازلت ما حكيتوش. تو يجي نهار ونحكي. تو نحكي مازال عنده برشا أسرار. لأنه فما برشا أسرار في الكواليس نتاع اللي صار لي. واضح؟ باهي. علاش فما أسرار قاعد تخرج فيهم؟ أسرار مش سلاحك. لأنه أنا سلاحك مازلت كأنك تحس في روحك مازلت مهدد. لا مانيش مهدد الحمد لله. أنا اليوم دفعت الثمن وخرجت مهدد باش. نعرفش عليك مال علاش فما اسرار مانيش خرج. اي خرجهم في وقت. انا الراه ماهوش وقت. فما حاجات تو نحكي عليها في وقتها. وفما ناس يعرفوا شنقصت. لكن تو لي سي دي بلوم سمير.
معناها خليت نوع من الريش لسمير. فما كوتي من مصداقيته ضربت. انا مانيش الحاكم باش نحكم عليك. هذاك البيوت هو هذاك الهدف. هدف الناس اللي ضربوني هو ضربين مصداقيتي قدام الناس. لا ما تضربتش كصحافي راهو سامحني خاطر باش نقول كلمه ممكن توجعك خاطر الكلمه اللي قاعده تتعاود. خاطر سينو باش نظهر جايبك نبيض فيك ولا جايبك. لا مانيش في حاجه لتبييض. صحيح. وانت ما نعرفكش تبيض. لا 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 نبيض لا ندهن لا نقرقش. انا جاي باش نحكي معاك مانيش باش نجرحك. لكن مثلا توا كي نحط سمير وانا بارتاجيتك ليامات ونشجع فيك على خاطر ولد قناتي ولد ايكيب نتاعي اللعب ليه انا نخلي الماضي الكل وانت ما تعرفش قاعد نعمل. فما ناس فرحانه بوجودك وفما ناس مش فرحانه. فما ناس مسرحانه وفما ناس قاعدين يقولوا 800 مليون شوف الواحد تاعي. فما ناس قاعدين يقولوا قلاب الشاشه. اي انا وحش المرنقيه. وحش المرنقيه معناها الكلام اللي قاعد يتقال فيك هذا يا سمير معناها راهو ما ياثر فيك ما ياثر بصراحه ما ياثرش فيا. لا لا يزي عاد سمير شوف من اول الدنيا يقولوا فيا في الكلام وانت يقولوا فيك في الكلام وبرشا ناس يقولوا فيهم في الكلام مانيش كان وحدي مستهدف بالطريقه هذه. والكلام في الفيسبوك سهل وراء ايكران مرتاح في دارك نجم تقول حتى تاجر المخدرات ما يقلقنيش استنست وتلقحت وسي نتجاوزوهم الحكايه هذوما. فما ميدان نثبت فيه العكس. انا معناها افضل انتقام لطفي سامحني افضل انتقام هو النجاح. فماش انتقام اخر افضل من النجاح. اليوم قدامي تحدي قدامي رهان ما نجم ننتقم كان بالنجاح. ما عنديش طريقه اخرى للانتقام من الناس اللي شككوا من الناس اللي يحبوني نفشل من الناس اللي حاقدين على رجوعي من الناس اللي ناقمين على اني مازلت واقف من الناس اللي تمناوا اني الحبس يكون لي مقبره نتاع طموحات ونتاع احلام ونتاع كل شيء واني نوفى غادي واني ما نخرج. فما ناس شنو مش نكذبوا فما اليوم انت كي تشوف كي واحد يتيح شوف حجم الشماته اللي موجود في الفيسبوك. لا نعرف اما توا المواطن اللي يحب يتشمت غدوه يعاود يرجع يحبك وغدوه تعمل حاجه بها يقول لك يرحم والديه. هذاك هو الرهان هذاك هو التحدي. لكن انت اليوم كي تحكي تقول فما ناس كاينه فما ناس معينه اي فما ناس معينه تحب سمير يندثر ولا ما عادش موجود. شكون هم سمير؟ لا لا شنو باش تسمي لك؟ زملاء برشا انواع زملاء في المهنه. فما زملاء بيان فما زملاء فما زملاء يعتبروا سمير الوافي متطفل دخيل على الميدان دخيل على الاعلام سمير الوافي تافه سمير الوافي سخيف. انا نجاوب كان بالخدمه ما نجاوبهمش. فما ميدان يا لطفي فما ميدان يفرق بيني وبينك. السبان سهل انا اليوم نسبك الخدمه صعيب. اليوم انا عندي قديش سنوات في الميدان قاعد نتطور وقاعد نكبر. ثم صعوبات تعرضت لها فما مشاكل فما احقاد فما محاولات نتاع عرقله كلها والحمد لله وبرضايه الوالدين وبالخدمه. معناها انت سمير انا حتى كيصيروا لي نكبات كبيره كما اللي صار لي بقدره ربي برضايه الوالدين نرجع واقف. باهي نسال هذاك هو احسن رد. جاوبني في هذا الكل انت كي نسمعك انت فيكتيم انت ضحيه. لا خلينا نكملك انت ضحيه خاطر فما كان ناس تتدنوا انت تتحمل المسؤوليه شويه ولا جزء من المسؤوليه في النكبه اللي صارت في الاخرانيه. شوف لطفي انا كاي بشر مانيش انبياء نحن لا انا لا انت واللي يحاسبوا فيا ماهمش ملايك واللي يكتبوا في اللي يحاسبوا فيك لا 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 كل مانيش ملايكه اخي. انا باش ننزه روحي نقول راني انا ملايكه. انا انسان نجم نرتكب غلطات في حياتي نجم نغلط وهذا من حقي باش نتعلم وباش الدنيا تعطيني دروس من حقي باش نغلط وغلطت كيما الناس الكل. ولكن انك اني انه سمير الوافي مثلا معناها صوره معناها صوره خياليه حرقت الضوء الاحمر تردها لي تجاره مخدرات وتردها قضيه الشرق الاوسط لا ما نسمحلكش. انا نجم نكون انا غلطت في حياتي برشا غلطات. شنو انا معناها تولدت قعدت مسطره حتى لين كبرت حتى للعمر هذا مستحيل ومش نزيد نغلط ربما ان شاء الله ما نغلط. لا 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 لا, لا سامحني عاد نجم نزيد نغلط ولكن انت تستغلي الغلطه هذيك في حياتي الخاص ماهيش في خدمتي في حياتي الخاصه. نجم خويا عندي خلاف مع الملاك ولا مع البنكة ولا مع صاحبي ولا تسلفت فلوس ولا صارت لي كارثه ولا حكايه ولا ما نجمتش نخلص ولا نجمت نخلص هذه اموري الشخصيه. به كونك انت تبربش لي وتخرج لي خاطر اذا مبربشوا النجم نخرجوا للناس الكل وتخرج لي هذيك وتردها لي قضيه الشرق الاوسط وتكبرها وتشيطني بها وتوهم الناس انها
حاجة كبيرة برشا. هل فما ناس مازلت حتى إعلاميين اليوم يهدوا فيك يسألوك فلوس؟ كيما شكون؟ تي تعرف أنت دنيا تي لا قولي شكون؟ تي هو بحري جراسي بحري جراسي قال فما ناس لا فما سي بحري جراسي اللي أنا ما عندي معه حتى مشكل وما نحبش قال يسألك 7 ملايين وما تعملوش بشي رجع أنا غاضتني كيفاش يقول لي نسألك 7 ملايين غاضتني برشا تعرف علاش ولا؟ على خاطر السيد هذايا قال عنده 20,000 مليار وقال باش يبني قنطرة بين تونس وإيطاليا تتكلف يظهر لي 200 مليار وقال أعطيت للغنوشي 50 مليار ومولت النواب نتاعو ب 70 مليار نسمع كم في المليارات وفي الأخر يقول أنا يساني 7 ملايين كهو لا غضتني حسيت بالإهانة تمنيت يقول 700 مليون أنا الحقيقة 7 مليارات توا سامع ب 800 مليون وسامع 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 ومن بعد سامع واحد يسالك ما فماش 700 شوف ما فماش 800 شوف 800 مليون ما فماش أنا حد توا 800 مليون خلينا نكمل واحكي سامي ما يساني حتى دينار خلينا نكمل فماش منها حكاية 800 مليون توا نعرف قلت أنا قلت سامع ب 800 مليون وسامع وسامع ومن بعد سامع بعبد يسالك 7 ملايين تحت من عين اي هذاك انا حسيت بالايه واحد يخرج يسالك 2 مليارات أنا خرجت يجيب لنا قضيه أي. اقوى من واحد 7 ملايين نتاع نتاع اهانه اي اهانه شنو ما فماش 700 مليون قلت لي ولدر شنو فماش 800 مليون انا توا القضيه نتاع 800 مليون انتهيت من الجمعه الاولى انه صار التسويه وما فما حتى دينار مش 800 مليون واضح خويا ووقت اللي نتحصل الان على حكم بيت ولو اني ما عادش نحب نحكي فيها القضيه لانه خذيت وقتها وحكيت فيها مع نوف المرتين في حلقتين دونك ماذا بيا نحكيوا حاجات جدد نفسيا سمير نفسيا التجربه كيف نادي توا والتوا نحس ظروفك صعيبه مازلت صحيح اليوم اي شنو هي ظروفك اليوم في مخك سمير مهبول متروش والله حاسس شويه شنو ظروفك في مخك والله حاسس دوب من مسك تتبربش وحدك وتعمل هكا في الكرسي ودرشنا مفبري اختت فدليك نفسيا قدامي معناها ميشيل دريكير ولا واحد واش يوتش ما كفايه نرعش ولا واحد عليه خويا مش انا معينا يوتش بيك عليا انا مش بيك تقول لي انا نحكي معك انت اليوم دوب ما نثبت لك حاجه هكا نحسك تري فراجيل لا مش فراجيل لا معناها متحمس مجروح مثلا نجم نكون مجروح هذيك هي اللي صار لي سمير ما يسالش اللي صار لي لطفي مش شوي ما نجمش واحد يخرج منه نفسيا بسهوله وقت اللي خرجت من الحبس انا مشيت لطبيب نفسي ما لقيتش ليكيليبر نتاعي عيب معناها لا 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 هذه اول مره تحكيها اول مره نحكيها انا كي خرجت من الحبس حتى مرتي ما في بالهاش كان توا في بال قلت لها من بعد مشيت توا لانه انا كي خرجت من الحبس اي واحد يخرج من الحبس بعد عام واربع شهور ويتعرض للمحاكمات هذيك داخل القضاء وخارج القضاء يتحاكم في الرأي العام وفي الجرائد وفي المواقع وفي الفيسبوك وفي القضاء والضغوطات على عائلتي ما ينجمش يخرج إكيليبري ما ينجمش يخرج متوازن أنا خرجت معناها ديزيكيليبري خرجت في حالة نفسية هشة على الأخر خرجت متوتر على الأخر الحمد لله اللي أنا توا خرجت من هالحالة هذيك مشيت للبسيكياتر بون بصراحه ما وظبتش ما كملتش لي سيونس باش نرجع التوازن نتاعي لاني كنت متوتر وكنت نشوف في الناس في المحيط نتاعي حتى عائلتي اعداء بارانويا فوالا وحتى في الليل عندي دي كوشمار ونحس معناها حتى في عائلتي نحسهم يكرهوني من الاول صارت لي هذه لهالدرجه مش عيب اني نحكي هذه اما من بعد والحمد لله تجاوزتها بالثقة في روحي تجاوزتها بالإحاطة والمساعدة نتاع عائلتي بالتفاهم نتاع عائلتي شكون عاون شكون أكثر عبد وقف معاك ولا شكون هم العباد اللي وقفوا معاك شوف مش نعاودها أنا قلتها برشا مرات وباش نعاودها العبد اللي أنا مدين له اليوم أنا باش نرجع واليوم أنا باش ننشط برنامج يمثل بالنسبة لي أنا تحدي كبير واليوم أنا راجع واقف على ساقيا والحمد لله بعد أزمة كبيرة يلزمني نعترف شكون اللي خلاني قوي وشكون اللي وصلني لليوم للنهار هذايا وانا واقف هو مرتي بكل صراحه معناتها بكل صراحه ينجم امك وبوك ما تنجمش تشكرهم على خاطر امك وبوك اختك اختي اللي وقفت معايا وتعذبت برشا اختي تقعد اختي الشخص الجديد اللي دخل حياتي اللي هو مرتي اللي سمحني من خرجوا إشاعات قالوا باش تطلقوا
ولي عام كامل صحيح ولا اي انت وقتها في الحبس شوف الطلاق هذا مكتوب حتى ولو كان طلقنا ولو كان طلقنا مثلا هذا مكتوب ما عندوش دخل في الاعتراف بالجميل وفي اللي عملته مرتي على خاطري لطفي نجم ومعناها طلاق مكتوب في اي كوب ما ينجم يصير الحمد لله ما صارش وقت ولكن مرتي القوة الكل اللي خلتني واقف في الحبس ماخذها من عند مرتي ومستمدة من مرتي والشارج نتاعي الشارجور نتاعي الشارجور نتاع البطارية نتاع المعنويات نتاعي كان من عند مرتي وقت اللي تزورني وناخذ من عندها شارج يعدي لي الجمعة والجمعة الأخرى نعاود لين عديت عام وأربع شهور أخي بايا مات في الحبس شنو؟ ليامات الأخرانين أنا فقدت الصبر نتاعي بدا ينفد وحسيت بالظلم وحسيت الإجراءات قاعدة تتمطط مش هكاكة حسيت بين الجلسة والجلسة نقعد بشهرين ونص وثلاثة شهور وبين التحقيق ولين وصلت للمحكمة باش خرجت في الجلسة الأولى قعدت عام وأربع شهور حسيت بالظلم وحسيت بالقهر أنا طلبت فما مرة طلبت قلت عينوا لي جلسة وحكموا علي بالإعدام إذا نستحق الإعدام ما عدموني أما أنا نعرف كي نوصل للجلسة هذيك باش نخرج باش نسمي لك اسم عادل الغندري هاي شكون وشنو صار عادل الغندري هو أنت أول مرة باش تحكي هذي هاي لا كتبتها في فيسبوك ما حكيتش تفاصيل عادل الغندري هو أخطر إرهابي في تونس تقريبا خطورته تعادل خطورة أبو عياض وربما أخطر لأنه هو اللي قاد عملية بن قردان عملية بن قردان باش نلخص للناس شكون عادل الغندري وهذا سيتان جون صغير كي تشوفه ما تنجمش وما تعرفوش ما تنجمش تتصور أنه إرهابي معناها شخص عادي كي تشوفه قدامك معاكم في الشنابر والدنيا؟ لا لا لا, لا في عزلة الناس هذوما المخطرين اللي خطيرين جدا يحطوهم في عزلة في بيوت وحدهم ما عنده حتى علاقة ما نشوفوش أنا ولكن شاءت الأقدار وخطأ زاد هو من خطأ من إدارة السجن في بداية الإيقاف نتاعي أني نلقى روحي أنا المهدد البرة كنت تحت الحماية الأمنية نلقى روحي في كرهبة فيها عادل الغندري وأنا ما نعرفوش هزينكم مع بعضكم؟ هزينا مع بعض هو باش يتعدى القطب الإرهاب وأنا باش يهبطوني في محكمة الابتدائية به أنا ما نعرفوش معاه ستة إرهابيين الله الله فيهم زوز سي عادل الغندري وسي بوحوش ولا شنو حاجة هكا اسمه أنا جبدوا في برنامجي ويمكن برنامجي ساهم في إيقافه تصور يا لطفي واضح الكهرباء مسكر وأنا موجود قاعد مقابلهم أول واحد سي بوحوش قال لي أنت تسببت في إيقافه سي عادل الغندري قال لي وأنا زاد بون أنا ما نعرفش خطورة الأشخاص هذوم مازلت ما فهمتش وقت مازلت ما فهمتش حليت معاهم نقاش الاخر سمالي قال لي انا بوحوش وتذكرت تجبد في برنامجي اماره ما نعرف شنو وقتها وكذا والاخر ما قاليش جمله ما عرفتوش شكونه يحكي معايا انه داعشي وانه يتشرف وانه يقولها في الحبس وفي المحكمه قدام القاضي ومش يقعد يقولها مهما عملوا فيه وحاطينه في عز يعني يحكي بطريقه معناها غريبه برشا دخلت معاه في نقاش نقاش تاع تكفروا وتذبحوا وشنية وما نعرف شنو انا نناقش بحماس نسخيلوا معناها السيد تشنج ولا يحكي معايا بطريقه خايبه شوي يكفر فيا وانتم تستاهلوا اي نعم تستاهلوا الذبح وانتم كذا وانتم تاغوت وانتم زاده تاغوت كما اعوان الامن وكما كذا كي شفت التونسيون طلعت شويه بصراحه ما نكذبش عليك خفت طيحت ما عادش نحب نحكي وما عادش نحب نكومينيكي معاه ولكن كي مشيت كي رجعت للحبس كتبت احتجاج قلت رو انا نحتج على انكم تحطوني مع ارهابيين اصلا لانه انا اصلا مهدد ونعتبر كما اي عون امن فما ناس يعتبروني معناها زيد مع هذا الكل السيد انا يعتبرني تسببت في ايقاف كان ينجم يعمل اي حاجه ثم انه السيد هذا عادل الغندري مؤخرا تحكم عليه مؤبد لانه ضرب قاضي في الجلسه ضرب قاضي بالمطرقه هذيك الخشبيه ما لقاش ما يضربوا ضربوا حاول يضربوا حاول ولا ضربوا يظهر لي ضرب معناها شوف خطوره السيد معناها مش باش يخاف من واحد قدامه في الكهرباء وقت اللي وصلت الحبس
خذوا احتجاجي بعين الاعتبار بتبيع وتعاملوا معاه بجدية كبيرة وعملوا تحقيق وجابوا لي تصاور الناس اللي راكبين معايا وقالوا لي شكون اللي هددك. فأنا قلت لهم ماذا على عادل الغندري؟ قالوا لي ذاك اسمه عادل الغندري. دخت تصدمت. أنا معناها عديت ساعة في كرهبة نتاع السجن مع عادل الغندري أخطر إرهابي في تونس. مربوطين أنتم ولا؟ أي هم مربوطين بطريقة بطريقة قوية. الإرهابيين ديما يربطوهم التالي مش كيما مساجين العاديين، فهمت؟ مش نفس الواحد، لأنه يعني خاصة هو من حسن الحظ. أما راهو اللي يحب يعمل حاجة خايبة ينجم يعمل. بعد ما خرجت من الحبس مش تقعد برشا في الحبس يا خويا، حكينا بعد ما خرجت من الحبس. اسمعني، بعد ما خرجت من الحبس كنت في موند وكنت مسكر، ما زلت انت تقول لي بسيكولوجيك الريزون تاعي ما رجعش بسهوله، ما رجعش، ما زلت ما عندك ثقه في احد، ما من الكومونيكاسيون افيك لوتر ما فماش. اي صحيح. هبلت عليك وحتى عائلتي عانيوا مني شويه من لو عملت شخص متوتر ومازال ما لقاش الاكيليبر نتاعو. سي نورمال باش يتعب الناس اللي معاه، باش يتعبهم. تعبتهم شكون بالذات؟ عائلتي. أقرب شخص لي يعيش. أمي تتسمى بعيدة، ولكن مرتي فرد سقف ما فهمتش. مرتي صغيرة ما فهمتش الوضعية نتاعي، ما فهمتش اللي أنا مش كي نخرج الحبس اليوم غدوة باش نصبح لباس وباش نصبح إنسان عادي. لا يلزمني شوية، معناها شوية عناية، وإلا نمشي لبسيكياتر، وإلا باش نخرج من التوتر اللي أنا فيه. تأهيل سيبا فاسيل. نعرف أنت ما زلت كي خرجت من الحبس قالوا لك الليلة تصور. قالوا لي غدوة تصور. بلغت ياسر. قالوا لي غدوة. كيف شنو واحد مازال غدوة يصور؟ كلمني سامي الفاري قال لي غدوة تصور. أنا مازلت حتى أمي ما سلمتش عليه. مازال الريزون تاع مخي ضايع. مازلت مبهور بالشمس. أي. بالهواء. بالطبيعة. بالحرية. بالطبيعة. سي سامي عنده مقاييس أخرى. عنده حق. إلي بروفيسيونيل وذكي. ما مشاش للأمور الإنسانية. ما حطهاش في الاعتبار. مشى للأمور بروفيسيونيلمون. السيد هذا خارج اليوم لو كان نهار السبت هذا يظهر في التلفزه باش يكسر الدنيا. ما صدقتش في التليفون، قعدت باهت. قلت له راني عندي ربع ساعه بالضبط ملي خرجت من الحبس، راني عندي عام وربع شهور كنت في الحبس. يقنع فيا اللي انا فرصتي، ربما هو بمقاييس تجاريه المقاييس الاعلاميه ومقاييس البوز عنده حق، مقاييس الانسانيه لا، حاجه غلط. انا قلت له نسخير روحي باش يستدعاني ضيف راهو. قال لي لا يا ولدي، عندك ايميسيون، يقصد في عندك ايميسيون باش تنشطها، اللي هي فكره سامي الفير، اللي هي ذيك قبل. تقول بس كنت انت سمير الوافي في فكره سامي الفير؟ لا باش نبدلوا الاسم. بيان سير ما وافقش. ما ندمتش؟ من بعد قعدنا نتفاوضوا عليها، قعدنا شهر كامل اللي نعرفوا نتفاوضوا مع التاسعه والحوار. مع التاسعة وتفطر معاهم، وفي العشية تتفاوض مع الحوار. نتعشى مع الحوار. تعشى معناها ضربت ستة شهر ولا قديش؟ شهر تاكل بلوشي شيخ ومورك يعني ومدلينك وهات الغلة وهات منا. يا أخي أنا مانيش جيعان، شوف كيف في الماكلة. بيت أنا ناقص ماكلة. حسبتها فلوس أنت؟ لا نتفاوض مش على الفلوس. لا. لأنه الحوار مقدم عرض. أنا شوف وقتها ما نعرفش التاسعة لطفي، نحكيه بصراحة. أنا ما نعرفش التاسعة. نعرف فيها شتاس، نعرف الحوار، قناة خدمت فيها، نعرف عندي فيها أصحاب، استنست بها، ناس نتفاهم معاهم. من الأول كنت في اتجاه الحوار. اللي خلاني نمشي للتاسع هو أولاً العرض اللي وصلني من التاسع، مش المادي، لأنه المادي يتزايد معناها كيف يتسمى. العرض التلفزي شنو باش نعمل أنا؟ في الحوار باش نعمل فكرة سامي الفهري، برنامج ماهوش ستيلي جملة، وما نجمش ننشطه. وحطني يا خويا انا اقل منه البرنامج، مانيش نقولوا حاجه اخرى، انا اقل من البرنامج. ما نجمش نشطح ولا نعمل الحركات هذيك، مانيش منشط اصلا. انا نعتبر روحي صحافي، معناها بالكلمه، القوه نتاعي في السؤال والجواب والكلام، النشط بالكلام مش بالحركات. اي فهمت. المنشط هو ينشط، انت منشط انجح منه. انا مانيش منشط. زيادة نعرف زيادة علاش فما حاجات ما قبلتش أنت تخدم في القناة الأخرى. القناة الأخرى اللي هي الحوار. الحوار. اللي هما صرت ماما ما وقفوش معاك، وصرت ماما نحاوك. وقانونيا كونترا نتاعي وفاء، وصارت لي
أزمة كما هذيك يلزم يعني يلزم أما يلزم ينحيوني يلزم يفسخوا العقد هي. سينو يوليوا مطالبين راه قانونيا عملية صحيح ما تقلقش هي. اللي قلق هو الإعلان عليه وقت اللي أنا في أزمة في ضيق هي. اللي قلق هو تسريبها هي. إلى حتى وما نعرفش كون سربها هي. ولكن تسريبها للإعلام بتشفي وبشماتة هو الخايب دوب ما توقفت من حق الخبر برينا منه لا من حقك لا لا لا, لا 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 قانونيا وإداريا من حقك يلزمك تعمل كيكا سينو تولي مطالب فهمتني أما طريقة التسريب خايبة برشا قلقت عائلتي وبرشا ناس استغربوا ولكن تقول لي الحوار ما وقفتش معاك من الأول ما وقفتش معي باستثناء نحكي على أشخاص مش كمؤسسة نحكي كمؤسسة كمؤسسة من الأول ما وقفتش معي دخلت تخلوت من بعد وانا تجرحت من هالفاز هذاك علاش على خاطر سامي الفهري على خاطر سامي الفهري تعرض لنفس الازمه ويظهر لي قعد قدي بالضبط في الحبس وقفت معاه وقفت معها مش انت اكثر بس. واحد انا وقفت معاه انا جبت فرحات الراجحي وهكا فما تسجيل جبت فرحات الراجحي للقناه المنافسه اللي هي قناه حنبع وقتها أصحاب قناة حنبال ما يحبوش سامي الفهري وعاونت سامي الفهري في البرنامج نتاعي وهو تفرج فيها في الحبس أنا وقفت جبت فرحات الراجحي أعطاه شهادة قانونية مهمة ياسر ياسر وهو قاضي في صالح سامي الفهري وجبت محمد عبو دافع على سامي الفهري ومحمد عبو يعرف وقت اللي تحت أنا ما لقيتش تمنيت يوقف معك أي بينصير خاطر أنا نعامل الناس بأخلاقي مش بأخلاقهم يعني أخلاقي يتيح صاحبي زميلي إنسان كان تعب معايا ساهم في نجاحي نجم نشوفوك ممكن نهار آخر مع الحوار الله أعلم الله أعلم مثلا معناه مستحيل نجم شنو اللي خليك تخدم مع التاسع إلى حد توا إلى حد اللحظة هذه قناة التاسعة وفرت لي اللي نحب عليه قتاش باش تطلع على السيرونتين لحد هذا هذه كل جمعة تقولنا لحد هذا لا لا لحد هذا أنا جيتك على خاطر باش نطلع لحد هذا لو كان ما جيتش باش نطلع لحد هذا راك جيتني لحد جاي قلت لي باش نطلع لحد هذا بالضبط تو باش ندخلوا قلب الموضوع بالحق تو باش ندخلوا لا إذا ما طلعتش لحد هذا معلش ما طلعتش لحد هذا معناها ما كهو الديكور حاضر إي الفريق نتاعي يخدم الضيوف حاضرين سمير حاضر انا جاهز حاضر لشنو شنو برنامجك احكي لنا اعطينا صحيح شنو البلوس شنو اللي يخلي اليوم عبيت تتفرج في سمير لويف برنامجي اسمه وحش الشاشه كما يعرفوا الناس كل والعنوان عمل بوليميك قبل البرنامج هو تطوير وتجديد لمن يجرأ فقط مانيش صعبها برشا لمن يجرأ فقط برنامج ما خذاش وقته برشا خذا 4 سنين 4 مواسم برنامجي وحش الشاشه هو تطوير وتجديد حتى الديكور تاع لمن يجرأ خذيناه جددناه حسناه عملناه خير برشا بمئة مرة من لمن يجرى معناه بشي يشوفوه الناس ديكور حلو برشا والكونتوني طورناه زاد عنا ضيوف سياسيين فنانين مثقفين كل عادة أما الباز نتاعو سياسي عنا دي روبريك جدد مثلا عنا دي روبريك خلنا نشوفوا تيزر و... أوكي. ونار جينيريك جينيريك وباش ناخذوا منه سبوت رجوعك في وقت حساس اللي هو عام انتخابات معناها نفس التماسح ونفس الغولة ونفس الناس اللي انت انسخت مامو خرجت وكبروا وجيعانين اكثر وفي حاجه انهم اليوم اسوافي شوف لطفي باش تعاود ترجع تلعب معهم باش تعاود ترمي في نفس الحلبة مش لعب شوف ساعات تلقى روحك في لعبه ما خطت لهش وما برمجت لهش وساعات تلقى روحك بسبب قلة الخبرة متورط في لعبة ما تحبهاش
واضح تجيب انفيتي باش تعمل بوز تلقى روحك في حكايه ما اخترتهاش يوردك في حكايه ولا يهزك الحكايه انت ما اخترتهاش وماهيش معناها ماهيش متوقع. دونك بالتجربه الواحد يتعلمهم الحاجات هذوما ويتجنب برشا حاجات ويعرف اللي فما فرق كبير لا ماهوش فرق كبير هو فما خيط بين التهور والشجاع يلزمك ترد بالك برشا. انا هذاك اللي نحاول نعمله. زاد انت كنت اول ما لعبتش انا ما لعبتش في الكواليس انا لعبت في الليكرون ما لعبتش في الكواليس لعبت الكواليس ما لعبتهاش بالكل ما دخلتش في الكواليس بالكل لا بروف انه ما عنديش سياسيين صحابي. سمير يزيعات شنو هي تو ما عندك سمير سمير عرسك حتى الباجي ما مشاولوش هكاك القصر العباد خلينا عاد تو سمير ما نحكي نحكينا من بعد زاد انا ما تتفزنيش شوف شوف لطفي. يزي سمير جات بريود ما تحكمش على المدار انت تويتي لامي دي زون بويسون ما تحكمش والغنوشي على ليميت ولا يعتبرك ولده الباجي كان حيك باب القصر سي با نورمال تو انت كي تحكي تقول الغنوشي يعتبرك ولده ولا الباجي حلي باب القصر ساهل الكلام اعطيني وقتاش قال ولا شنو دليلك انه يعتبرني كي ولده زي العرس الغنوشي والقصر وقتاش انا دخلت زي العرس الغنوشي مشى العرس ما نعرفش انا نوفل مشى العرس درا شنو يا ولدي عرس نوفل الغنوشي في لندرا معناها بعثلوش حتى قال لي الغنوشي جي العرس نوفل معاك يا نوفل لا عرس وزواج طيب من بكلمه انت مصدر وهو صدر يا سامير يا وليدي شوف. يا ربي يهنيك يا لطفي يا لطفي شوف سامحني تمسح كل جاتك العزم مانيش مصدر هو جاي للحنة كيف كيف أي. رب عذر نقبح من ألف ذم جاتك الحنة معناها رشق لو كان جيت أنا رمي سامحني رمي لا ما فماش رشق كيفاش حنة وما يرشقش ما فماش ريت منا ولا منا حاصل جيب لي واحد رشق تنسى باش تقول ما كانتش فما لعبة كواليس في الحوار التونسي وقت اللي وقت من الأوقات سليم الرياحي مولاه الذبذبات نتاع القنيط. اي شنو المشكل؟ وخرج سليم الرياحي وتبدلت التوجهات والدنيا. فماش قناة في العالم، اي سيدي عليه، ما عندهاش أجندة سياسية باستثناء قنوات جادة معينة، ينكر يا رب. واضح خويا؟ اي هذوما يملكوها أصحاب المال وعندهم مصالح وعندهم كذا. فما قنوات صحيح وهي قليلة. دونك ما تقولش فماش لعب في الكواليس، عاودت اعترفت أنت. فماش أنا ما عنديش لعب في الكواليس. انا لي زانفيتين تاعي نقابلهم في البلاتو الا اذا باش نحضر حلقه وهما يعرفوا يتفرجوا فيه ما فماش حتى لعبه في الكواليس اذا ثم انفيتي نهار انا قلت له حاولت نوجهه لبل فما دي زانفيتي تشريو باه في اثنين مش مشكل يجيوني مع 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 توجه وموقف معين في اثنين يتشريو لي بالتليفون معناها يتشريو يفاجئوني تو نهار واحد يكتب كتاب على الحلقه احكي لي ما ساعتيني حتى فما ديزانفيتي تجيبهم في كلون معين باش تعمل اكيليبر في برنامجك تجيب هذا راي والراي الاخر أي. تجيبهم يا خويا مع الراي الاخر يسمعوا بهم يشريهم في اثنين في البلاتو نتفاجئ جبته على موقف نلقاه ضد الموقف هذاك واضح؟ وما نحبش نسمي خاطر معناها فريمون هذه حاجه تتكتب عليها كتب لهالدرجة يبدل رايه في اثنين مستوى طايح في السياسيين نعم اي نعم فما ديزانفيتي يتبدلوا في اثنين ويتشريوا في اثنين وتتشري مواقف يجيني على حاجة واضحة ومريقلة يخلط للبلاتون أو آخر معناه مش الكل بيان سور أما صارت لي والناس من بعد كي يتفرجوا يلوموني أنا ويظهر البلاتو ديزيكيليبري باهي باش نعمل معاك انترفيو ذكريات تفضل باش نرجعوا لأربع سنين لمن يجرأ فقط تفضل تفضل أكثر حلقة عملت البوز حلقة سيف طرابلسي 72% نسبة مشاهدة وبوز تجاوز الحدود أكثر ضيف ندمت أنك استدعيت ما فماش نعود لك السؤال خايب ولا باهي أنا مانيش ندم أني استدعيته معناتها هو يتحمل مسؤولية الإيماج نتاعه أكبر ضيف ماذا بيك راهو ديما معاك في البلاتو صافي سعيد صافي سعيد بدون منازع الشخص هذاك إنسان غير عادي الناس تحبه طريقة غير عادية الناس تطلبه في كل الحلقات نتاعي حتى توا الناس طالب فيا بصافي سعيد شكون الضيف اللي مرة في صعبيك حاجة في كاليبر عملت عليها وفي صعبيك سي البيجي قايد سبس شنو هي أكثر حلقة قصيت فيها في المونتاج
لا ما نستعملش المونتاج برشا. اي لكن فما حلقه قصيت فيها، فما حاجات ما تعديش مثلا. اي مثلا تصير كلام زايد ولا فما كلام زايد يصير. اي فما مثلا في حلقات لهشام الحامد كلهم تيت فيهم شويه تيت، ما يقول لا مش يقول كلام زايد، اما يتنرفز يخرج على شويه على الموضوع، ما نتهمش الراجل ما يقولش كلام زايد مطرب، اما فما يتنرفز برشا. اكثر حلقه عملت لك مشاكل؟ حلقه شفيق الجراي. شفيق جراية أكثر حلقة عملت لي مشاكل وثبت لي في مشاكل. ظل لي أكثر إنسان عمل لك مشاكل هو شفيق جراية زي. وعمل مشاكل لروحه، ربي يفرج عليه، ولكنه حلقته عملت لي مشاكل كبيرة برشا. ظل ممكن من الأسباب اللي تحط في الحنديرة أنت وهو الحلقة ذيك ساهمت، الحلقة ذيك ساهمت. وانا شوف لي هذيك كانت عديتها كامله ورفضت اني نقص، اي هذيك من الاسباب عملت لي برشا عداوات وحطتني في مرمى المدفع. اكثر حلقه جاتك فيها ضغوط من اطراف سياسيه سي سمير الوافي؟ ضغوط سياسيه حلقه سي عمر صحاب اللي قال فيها انه سي الباجي قايد السبسي ما يلزمش يترشح للرئاسه لاسباب صحيه، وجاب فيها وثائق طبيه وكذا وجاب فيها ديزرقم. اي هذيك اكثر تياب. حلقه وقع عليا ضغط كبير برشا باش ما تتعداش. كيفاش الظروف صارت؟ ضغط من الحزب نتاع سي البيجي قايد السبسي ومن اطراف حول سي البيجي قايد السبسي انه الحلقه هذيك ما تصيرش. ومن بعد وقع معناها حوار معاهم وقلت لهم ابعثوا شكون يمثلكم؟ لان الحلقه باش تتعدى هكا ولا هكا، بعثوا شكون يمثلهم باش يدافعوا على سي البيجي. أكثر حلقة جاتك فيها ضغوط من إدارة القناة؟ فما حلقات مش كل. أكثر واحدة؟ ما نتذكرش. ما تذكرش. مش سليم الرياحي زعما كي كان يملك الذبذبات؟ سليم الرياحي كي كان يملك الذبذبات كان نوع من الحرج الأخلاقي معاه لأنه هو صاحب القناة وكذا، ولكن ما استدعيته مرتين كهو. الحلقة الأولى نجح فيها. باهي باش تعطي معاك ربريك. والحلقة الثانية ما كانتش ناجحة، حلقة سليم الرياحي ما ربحش فيها. ما ربحش به. باش نعملوا بروفا على ليميسيون جديدة نتاعك. تفضل. باش نتقمص انا كل مرة شخصية ضيف وانت تعطيني أول سؤال يجي على بالك. باهي تفضل يمشي. سؤال شفيق جراية. ما ندمتش على أنك قلت الكلام هذاك الكل في الحلقة نتاعي وردت روحك؟ اللي بعد. يا بالعاج يا العيش علاش مشغيكي بالعنة متاعي والشعب الباقي يضحك تغنوش يضحك سمير ولدي تفضل يا وحش يا وحش هيا ولدي اسألني عندي ما نعمل. علاش ديما تحب تحكم من وراء الستار؟ تحب تحكم في اللي يحكموا. خير من اللي يحكموا يحكموا فيا. ولا كاو ذا السؤال. سؤالك خطير روا. خطير مسيح. أما خير أنا ميعته. رئيس الرؤساء هذاك. والله يا ذيب باش خليها لمبعد. هذا. عرفته شكون. هذا أي سمير. عندي لي سؤال مرد وقت اللي كنت نستدعى فيك سي المنصف خلينا شويه جديه برب وقت اللي كنت نستدعى فيك سي المنصف المرزوقي وتجيني البلاتو كنت تقول عليا صحافي كبير وصحافي نزيه وبعد وقت اللي صارت لي المحنه وليت تعتبرني صحافي فاسد من شكر وذم فقد كذب مرتين بالحق خاطر في البلاتو مسجل عليه في الحوار راس قال صحافة العار وإعلام العار أما أنت ماكش منهم أنت صحافي نعم سبني كي دخلت الحبس سب هو انتقد سامي عبو وقت لي حضرت في عرسي عرفت اللي بعد تمام
بيان هو اللي يتكلم هكا جمله واحده. عندي سؤال. هات عام ها تامي وين تامي بيان. نحب نقول سي البيجي ساعه معناتها مليح تكون وين لا كمل تامي الوافي او ما فيش تامي الوافي. نجم نسال سي فضل سامي سي نوف الوتين يا سامي. حاب نقول سي البيجي باختصار معناها سي البيجي قائد سبسي في تاريخ تونس. الرؤساء واللي حكموا تونس الكل خرجوا من الباب الصغير من الباين تاع تونس اللي صار فيه مسار وتشردت عائلته وخرج من باب صغير. حتى البرقيبه اللي صار له في السنوات الاخرى وتبهذل وتهان وخرج من الباب الصغير. حتى البن علي اللي خرج هارب. مازال عندك فرصه اخيره باش تخرج باش تكون اول رئيس تونسي يخرج كبير فما تضيعهاش. وكهو خرجت. هو ذا اللي باب الكبير تعديت فتره باب الكبير ذا اللي كان يلقى توا حتى خرجه من الشباك ولا من البيزاب يدبر. فاتوا الوقت فات الوقت باش يخرج باب الكبير ذا. هاي توا طولت هذيا باش نرد بالك راهو هذيا بالحق. سمير الوافي توا باش نشوفهم معنا. سمير الوافي ما نحبش نسأله حتى سؤال. سمير اسألني. ما نحبش نسأله سيد لطفي اعفيني. راهو نعتبر فيها إهانة أكثر من أنك تسأل. فيها احترام للعشرة. فيها احترام للعشرة، حتى كان هو ما يحترمش العشرة أنا نحترم. فيها احترام للعشرة اللي ما بينك. والله مذكيه 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 مذكي. هبا بابا 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 ملا سنجرة. يا الريق هذايا وليت كراكة تعلمته في الحبس. هذاك ما مستحبوسات. خليني ما نحبش نقول له خاطر عشره وما نحبش واحد ما يحترمش العشره. ما عندي ما نقول له صرفيقه اخر واحد هذاك مازال لك صاحبي. تفضل خوي. عندي برشا فلوس عندي برشا فلوس عندي برشا مليارات دولار عندي برشا مليارات دولار نشريك. كيف خدمت معاه زاد سليم الريح؟ خدمت معاه؟ اي بيان سير. في فترة بشوي بشوي في فترة من الفترات كان هو معناها مالك في القناة. مالك القناة. صاحبك صحبته؟ ما كناش أصدقاء برشا. مشيت له لداره؟ كنت نحترمه مشيت له لدار. اي كيفاش مشيت له لداره وما صاحبك؟ بديت بدا يعترف مشى له لداره وما مشيت لداره. متعدي شك التهمة. سمير متعدي عامل قسم مع بكري خاطر قص لقى روحه في دار سليم. سليم عادي عادي عادي. يا لطفي يا لطفي ماهيش تهمه مشيت له لداره ماهيش تهمه معناها. تمشي تعمل في دار تو هذا في يتسمى في نوع من الضيق ولا شنو هو؟ اي كوميم ربي معاه. هذايا سيريسمون باش تحكي معاه؟ اي نحكي معاه. شكون باش تحسب علي؟ تفضل اهلا وسهلا. ممكن تعرف ممكن ما نعرفوش ممكن ما تعرفوش بالحق بالحق راه ممكن ما تعرفوش وممكن باش تولي تعرف. كلامي مزين شوقتني. اهلا وسهلا. بلا تصوير اخترتوه. كن نجم نتكلم قل لي نتكلم. نحب نقول له انت ماكش منشطك هاو ماكش صحافيك هاو. انت انسان عندك عائله وراك وعندك ام تعبت معك برشا تعبتها وعندك زوجه زاده تعبتها برشا. حان الوقت باش تفكر فيهم معك وباش ترد بالك على روحك على خاطرهم اذا مش على خاطرك.
أنا أول مرة في تاريخ الإعلام الراس أمير الوافي عينيه زغلت. على خاطر اللي قلته من قلبي، نحس اللي أنا عملته تعبت معايا برشا عباد. والحمد لله وكام. سمير ميرسي بوكو، انتهى معاك لطفي. الموضوع انتهى معاك. ميرسي خاطر خرجت مني حاجات ما خرجتهمش قبل، حطيتني في جو نتاع اعتراف ونتاع تفريغ قلب، فما حاجات ما كنتش مخطط باش نقولهم بالكل. انا نعترف لك اللي انت محاور بصراحة محاور ممتاز، على خاطر فما حاجات من نجم يخرجهم كان محاور ممتاز. وانا لا خطر عندك، اسمع، خطر عندك في ناس فيها خبث، اما في ناس كمان تخلي الواحد يعترف ويحب يفرق قلبه. وانا ثم حاجات كنت رافض باش نقولهم قلتهم اليوم وسيبت روحي شويه، ان شاء الله ثم حاجات ما يتفهموش بالغلط، وان شاء الله نكون صلحت. مادام كنتي صريح مانيش مسؤولين، وان شاء الله يكونوا الناس اللي تفرجوا فيا فهموني بالصحيح وفهموا ان راه ما فما حد ملايكه. وإن شاء الله التجربة نتاعي الجديدة اللي جيت على خاطرها اليوم باش نحكي عليها تنجح، لأنه تحدي. إن شاء الله الناس لحد ذي يتفرجوا في وحش الشاشة ويشوفوا سمير الوافي جديد. ونشكر الناس كل اللي قاعدة تشجع فيا وقاعدة عندها ثقة فيا، ونشكر الناس اللي حتى يسبوا فيا ولا يكرهوني، خاطر حتى الناس هذوكم يعلموك برشا حاجات، من بينهم التحدي، لأنه ما تنجمش تتحدى من غير كره ومن غير حقد، ما تنجمش. وفما مثل يقول ما أجمل أن تضحك عندما يتوقع البعض أن تبكي. إن شاء الله ديما نضحكوا وقت اللي يستناو فينا العباد نبكي. فوالا نتقابلوا نهار لحد سي تري زامبورتون، موعدنا نهار لحد برنامج وحش الشاشة. دونك إن شاء الله يطلع مولود مزيان ويعجب الناس. إن شاء الله نتولي قال مولود ما يشبهلكش متاع الحلقة دي. لا وسهلا. لا أنا توحمت عليك هذيك المشكلة. هذيك المصيبه يا معلم. ريت مشيت وبعد ما لبستها في الاخر خذ راحتك. سيدي ربي يوفقك. عايشك ميرسي. نحبك انت تسكر البرنامج. سيد لطفي شكرا على رجوليتك وكهو. باختصار. مش اليوم نحكي. على المواقف اللي تعمل فيها. ذيك عصفورين بحجرة، حكيت على رجوليتي وحكيت على بلادتي توا. عندك رجولية وعندك بلادة وعندك نذالة وعندك برشا حاجات عادي كما الناس كل. الحمد لله ربي إنسان متوازن. صور إنسان عنده رجولية كهو. كملها في القهوة الحل. الوحش معاكم. وين الكاميرا؟ قلت لك ما عادش يعرف وين الكاميرا. القهوة غاديك. نخرج فاصل ثم نعود إلى ضيف يا ودي غاديك يرحم والديك. ولا الذيق مخيب ولا الذيق مخيب. معناها تحب يا بل التكنيك مون كاميرا اللي تشعل هايكا يا وش الشاشة. تمشيش واحد الشاشة تعملوا هكا الكل برنامج. استنى اسمع معناها قاعد في قلبك حب تختمها بدهنتي. يا ودي ما اسمكني مش نخرج. نخرج فاصل ثم نعود إلى ضيف آخر. أهلا وسهلا.